مرحبا بكم طلابي الأعزاء. اليوم سأعلمكم بعض العبارات الأسلوبية التي بإمكانكم أن تستخدموها في إنشاءاتكم. لقد ترجمت تلك العبارات باللغة الإنجليزية حتى يسهل عليكم فهمها. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. على بركة الله. أعزائي الطلبة لقد قسمت الشرائح إلى عدة موضوعات والموضوع الأول هو عبارات للتعبير عن الجهد فلنأخذ بعض تلك العبارات العبارة الأولى هي بذل قصار جهده ونقابلها في اللغة الإنجليزية ب to exert every conceivable effort هيا بنا أعزائي فلنقرأ مثالا حتى يتضح المعنى في السياق بذل الطالب قصار جهده للحصول على المرتبة الأولى في صفه فلنتعرف على عبارة أخرى. جنى ثمار أتعابه وترجمتها to reap the fruits of one's efforts تعالوا بنا أعزائي نقرأ معا المثال. جنى الفلاح ثمار أتعابه بعد جهد طويل. إذا أردتم التعبير عن الإحساس، فعليكم بالعبارات الآتية. فلنقرأ العبارة الأولى: "على أحرّ من الجمر، on pins and needles" دعونا اعزائي نفهم معناها من خلال المثال الاتي ينتظر الطلاب على احر من الجمر نتائجهم السنويه للتعبير عن الاحساس بالبكاء بامكاننا أن نستعمل ما يلي إن فطر بالبكاء to break into tears أو بكى بحرقة to cry with agony فلنقرأ المثالين الآتيين إن فطر أحمد بالبكاء عندما تذكر الأيام التي قضاها مع زميله الراحل. بكى الطفل الصغير بحرقة من شدة الألم الذي أصابه في بطنه، هيا بنا أعزائي فلنقرأ عبارةً أخرى: ضرب على الوتر الحساس (to touch on a sensitive topic) والمثال هو: «يبدو أنّ الأستاذ ضرب على الوتر الحساس عندما أشار إلى الأخطاء التي ارتكبها الطلاب» تعالوا بنا احبائي فلنتعرف على العباره الاتيه السراء والضراء in good and bad times فلنقرا المثال حتى يتضح المعنى هذا الرجل يحمد الله في السراء والضراء حان الوقت أعزائي لنتعرف على العبارات والأفعال التي تعبر عن الخيبة والفشل: أولاً: رجع بخفي حنين to return with empty hands فلنقرأ المثال أعزائي: رجع الفريق بخفي حنين بعد حزيمته في الالعاب العالميه لكره القدم ثانيا هناك افعال مختلفه تدل على المعنى to fail in مثل فشل في خاب في رسب في عاجز عن إليكم بعض الأمثلة فشل الطالب في امتحانه الأخير خاب في محاولته الأخيرة لتحطيم الرقم العالمي في القفز رسب الطالب في امتحانه مرتين عجز الاب عن اقناع ابنه والان اعزائي فلنتعرف على العبارات التي تعبر عن الوقت والدهر منذ نعومه اظفاره since his childhood هيا نقرا المثال معا لم يحب السفر خارج مدينته وكان هذا طبعه منذ نعومه اظفاره اعزائي للتعبير عن عباره from time to time بامكاننا ان نقول بين حين وحين من حين الى حين من حين لاخر وها المثال ليتضح استخدام العباره في جمله تقوم فاطمه بزياره امها من حين لاخر تعالوا بنا اعزائي فلنقرا عباره اخرى منذ امد بعيد for a long time والمثال هو لم أقابله منذ أمد بعيد. فلنتعرف على عبارة جديدة. في القريب العاجل، in the immediate future. ولكم المثال. أتمنى لك الشفاء، في القريب العاجل. والعباره الاخيره في التعبير عن الوقت والظهر هي عاجلا او اجلا سونا او ليتا هيا اعزائي فلنقرا المثال معا سيتم البناء عاجلا او اجلا والآن أعزائي، فلنقرأ بعض العبارات في الموضوعات المتنوعة. في لمح البصر. in the twinkling of an eye. فلنقرأ مثالًا معا. سرقوا بيتها في لمح البصر. هيا نقرأ عبارة أخرى: ذهب سدى to be in vain والمثال هو: ذهب كل تعب الفلاح سدى بعد العاصفة تعالوا أعزائي فلنتعرف على عبارةٍ جديدة: اغتنم الفرصة لي، to seize the opportunity. والمثال هو: (إغتنم أبي الفرصة لزيارة الأماكن الساحلية) من كل حدب وصوب، from everywhere فلنقرأ المثال معاً: يزور الحجاج البيت الحرام من كل حدب وصوب. هيّا أعزائي إليكم عبارة أخرى: حباً في الاستطلاع. Out of curiosity والمثال هو: "زرت مدينة الرياض حبّاً في الاستطلاع". أعزائي، إليكم العبارة الأخيرة: "ألقى نظرة على to take a glance at" هيا نقرأ المثال معاً. ألقى الأستاذ نظرة عابرة على الكتاب الجديد. حان الوقت أعزائي لأستودعكم، أرجو أنكم فهمتم الدرس فهماً جيداً. وانكم ستزودون انشاءاتكم من الان بمثل هذه العبارات الاسلوبيه الى اللقاء